اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم ان شاء الله على الهواء من 4 ل 5، مستنيين كل تليفوناتكم رقم الموبايل 246 و36 مش 46، ورقم الاس ام اس 92173. هرد على كل الاسئله اللي ما ردتش عليها امبارح وكل الاس ام اس اللي جت من امبارح للنهارده. هنعمل النهارده مع بعض فراخ مشويه بتتبيله شويه مختلفه عن اللي عملناها كذا، يعني عملنا كذا تتبيله قبل كده ودي واحده جديده خالص، وهنعمل جنبها خرشوف بالبشاميل، وهنعمل جنبهم بيوريه باللحمه المفرومه. هنبدا بالفراخ. عندي هنا فرختين صغيرين، بصوا مفتوحين كده زي ما احنا بنقول باتر فلاي او ايه، مفتوحين من الظهر. وعندي طماطم كونكاسيه، توم مفروم ناعم، جنزبيل فريش مفروم، جرام مسالا، كركم، بابريكا، وملح وفلفل وزيت. هنعمل ايه بقى؟ وعندي نقطة زبدة كده. بصوا الفراخ مفتوحة ازاي، اهو مفتوحة كده، تفتحوها من الصدر تفتحوها من الظهر زي ما انتوا عايزين براحتكم، مفيش مشكلة. هناخد التتبيلة بتاعتنا، نجيب الزيت بقى، نحط هنا الزيت. انا هنا ده معايا زيت زيتون، عايزين تحطوا زيت ذرة مفيش مشكلة خالص. هحط عليهم توم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، بابريكا، كركم، جرام مسالا. ما عندكوش جرام مسالا ممكن تحطوا توابل فراخ، ملح وفلفل طبعا، ملح فلفل، ممكن نحط عصرة ليمون كده مع التتبيلة دي، ايه رأيكم؟ عصرة ليمون بسيطة كده. هنقلب كل التتبيلة مع بعضها، وبعدين هناخد فرشة بعد ما نقلب، بس نتأكد ان كله اختلط مع بعضه كويس قوي. الطماطم الكونكاسيه دي عملناها ازاي؟ جبنا الطماطمايه واديناها علامه اكس كده على الجلد، نزلناها 30 ثانيه في ميه بتغلي، طلعناها من الميه بتغلي على ميه فيها تلج وقشرناها، وعايزين ترفعوها على النار كمان شويه تاخد غلوه. اوكي هناخد بقى من التتبيله دي، طبعا يفضل كالعاده ان احنا نسيبها في التتبيله ساعتين ثلاثه، من بالليل للصبح، من الصبح لوقت الغداء يعني، على قد ما تقدروا كده تسيبوها في التتبيله شويه، وبعدين تعملوا اللي احنا هنعمله ده دلوقتي، ده وقت السوى اهو كده. عايزين تحطوا لها كمان بصلايه مفرومه؟ ممكن. هبه معانا على التليفون. الو، اتفضلي يا هبه. ايوه، ازيك يا مدام اميره؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، وبنشكر حضرتك على الاكل الجميل ده. تسلمي يا حبيبتي. الطرق الجديده وبنتعلم من حضرتك حاجات جميله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي اموري. كنت عايزه عن حضرتك بس الطريقه بتاعت الفراخ اللي كانت امبارح، معلش تنزل لي تاني عشان انهي فراخ فيهم، المقرمشه ولا ولا الثانيه الستريبس؟ المقرمشه الخاصه اللي هي بتاعتها اللي حضرتك قلت عليها امبارح، اللي هي بالدقيق والميه ولا اللي بالبقسماط؟ لا اللي بتديه والميه اللي حضرتك. ايوه اوكي حاضر، ايوه خلاص حاضر، عينيا الاثنين، عينيا حاضر. هي جات لنا كمان على الاس ام اس طلب عنها وعن المقرمشه، فاحنا هنقول لكم الاثنين دلوقتي، بس نحط دول زي ما قلت لكم كده على النار. هاخد ال الشوك الاولاني على النار، وبعد كده هكمل السوى في كيس حراري في الفرن، بس عايزه اخد اللون الاول. رودينا معانا على التليفون. الو، اتفضلي. ايوه، عامله ايه؟ الحمد لله، انا كمان بحبك قوي يا حبيبتي. قوليلي، انا كنت عايزه اسال على طريقه الانجليش كيك. الانجليش كيك، حاضر يا رودينا. عينيا، تمام. ناخد الكيس بقى. سلمى معانا على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا سلمى؟ ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اموري. لو سمحتي، انا عروسه وبجهز، وعايزه اعرف حاجات المطبخ اجيبها منين. طيب حاضر، يعني ارجعي بس للكنترول لان انا مش هقدر اقول اسامي محلات.
وهم هيقولوا لك تجيبيها منين. اعمل انا ايه دلوقتي؟ هتصرف دلوقتي. شيل ده هنا. هرجع افتح الكيس بس لما اقلع الجلوس. ناخد الشوك الثاني هنا. وجوه الكيس هنحط الطماطم الكونكاسي وهنحط كمان بقيه التتبيله اللي احنا عملناها دي. بس لما نفتح الكيس. حصل. هبه. السلام عليكم. اتفضلي. ازيك يا مدام اميره؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي حضرتك. تسلمي حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. دلوقتي انا عملت عجينه الكرواسون تمام؟ ماشي. ومش عارفه اعمل ايه، احطها في الثلاجه ولا اعملها على طول، انا مش عارفه. طيب حاضر، انت خلاص عملتيها كلها ولفتيها وكله ولا عملتي ايه؟ لا ما لفتش حاجه، انا عملتها. طيب. وهي عجين وحطيتها في الثلاجه. مش عارفه انا صح ولا غلط. لا صح جدا، هي صح كده، ولازم تخش الفرن وهي ساقعه، والفرن سخن جدا على اعلى حراره. بس كده انت ماشيه كده مظبوط جدا، يعني لفيها وهي ساقعه ودخليها الفرن وهي ساقعه والفرن سخن جدا متسخن جامد. يعني حطينا الطماطم الكونكاسي في الكيس، ولازمه الكيس الحراري ان هو بيقلل مده السوى زي بالظبط استخدام الحله البريستو، وكمان بيخلي اللحوم تفضل جوسي وتحافظ على الطراوه بتاعتها. نحط بقيه التتبيله بتاعتنا كلها مع الطماطم، وبعدين هنحط الفراخ جوه. وما ننساش لما نستخدم الاكياس الحراريه ان احنا نعمل خروم فيها عشان الكيس ما ينفجرش في الفرن. بس كده. مها معانا على التليفون. الو مها. ايوه مساء الخير. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا اميره، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اتفضلي. انا اول مره بكلم على الهواء على فكره، واول مره اتكلم في برنامج. بس انا فعلا كان لازم اكلمك، انا مامة مريم ونور اللي عملوا معاكي السيشن يوم السبت اللي فات. اهلا وسهلا، ازيك يا مها؟ اخبار البنات ايه؟ انا بكلمك بجد عشان اشكرك على الهواء. ميرسي، ربنا يخليكي يا مها. مش قادره اقول لك مبسوطين جدا. انا كمان مبسوطين جدا لان انا بناتي من النوع اللي ما بيعرفوش الزيت من السما، يجوا يعملوا لي اكله، دي حاجه تحفه. ميرسي يا مها، ربنا يخليكي، ربنا يخليهم لك، هم كانوا شاطرين جدا. لا جمال ومبسوطين، وبعدين حابينك قوي يا اميره وحابين الوقفه. يعني انا عايزه اقول لك ان هم رجعوا عملوها لي في البيت. طب الحمد لله، انا ده عندي بالدنيا. ميرسي جدا يا مها، نورتيني، وسلامي للبنات، اشوفهم يوم السبت ان شاء الله. ميرسي يا مها جدا. ننضف بس مكاننا وهندخل الفرن بعد ما نعمل اخرام في الكيس عشان احنا ما ننساش. ماشي. طيب بعد ما اعمل الاخرام دي كده هحط شويه ميه هنا عشان اتاكد انه الفراخ مش هتتلسع في الفرن، وكمان ده بيديها طراوه اكتر واكتر. شويه الميه اللي احنا بنحطهم دول نحط بقى في الفرن تكمل سواها ايه على مهلها. وده صنف فراخ يا جماعه هايل. التتبيله دي نحطها على الفراخ ونشيلها بيها في الفريزر ونطلع على السوا على طول. عندكم بقى جريل اوكي، ما عندكوش هتعملوا زي ما احنا عملنا، عايزين تدخلوها الفرن على طول في الكيس مفيش اي مانع برضو. بس انا دايما بشوف التشويحه دي بتزود الطعم. وبعدين هنقدم معاها بقى الخرشوف اللي بالبشاميل، بس ده بعد ما نطلع فاصل ونرجع. استنونا. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. الفراخ في الفرن خلاص، دلوقتي هنعمل معاها صنف لطيف قوي لجانبي كده جنبها. هنعمل خرشوف وهنعمل له بشاميل، يعني هنعمل يعني شبه الجراتان شويه، بس هنحط فيه شويه جبن كده محترمه. فللخرشوف عندي خرشوف مسلوق ومتقطع شرايح نص سلقه، او لو فروزن يبقى مش هتسلقوه خلاص. عندي كمان كريمة ودقيق وزبدة ولبن، ثوم مفروم، جبنة موتساريلا، جبنة تشادر، بارميجان، كل دول مبشورين ناعم، ملح وفلفل، عندي فلفل اسود وقرفة وجوزة الطيب. هنعمل ايه؟ هحط كمان شوية من عصير الليمون وهحط شوية من الكمون. انا بقول اهو قبل ما اشتغل عشان ايه محدش يزعل. هنعمل ايه بقى؟ هاخد ده واروح هنا، احط شويه زيت زيتون
انزل الخرشوف لان الواك عندي سخن قوي، فمش عايزه انزل الثوم الاول عشان ما يتلسعش. انزل بعد كده الثوم المفروم. اقلب. طعم بس يعني، مش تشويحه جامده ولا حاجه، بس عايزه اخد طعم من التشويح. عندي ملح، عندي فلفل، كمون. كمون بيمشي قوي مع الخرشوف. بس كده. عصير الليمون برضو هنحطه هنا، بس ايه، نقلب الاول كويس قوي. ندي عصرة ليمون هنا. نعمل بقى البشاميل اللي احنا هنعمله بالجبن. الحلة، وهنجيب الزبدة ومعاها الدقيق، وده عايزاه بشاميل خفيف شوية، مش عايزاه تقيل قوي. ننزل معاه الدقيق، نفس كمية الزبدة هي نفس كمية الدقيق، ممكن الزبدة دي تبقى زيت وممكن يبقوا الاتنين على بعض اهو. استنى بس يتشوح تشويحة خفيفة جدا عشان مش عايزاه يغير لونه قوي، عشان البشاميل بعد كده ما يغمقش. هحط له اللمسة بتاعتنا الخاصة بالبشاميل، الجوزة الطيب والقرفة. كل الناس الاول ما كانتش مقتنعه بالموضوع ده، بس لما جربوه بقت خلاص وصفه معتمده بعد كده اهي. هنحط ملح وفلفل. لو انتوا مش عايزين اللون يغير قوي هتستخدموا فلفل ابيض، والقرفه وجوزة الطيب هتستخدموهم صحاح وبعدين تشيلوهم، يعني يدوا طعم بس ما يدوش لون لو انتوا بتتضايقوا. يعني انا ما بتضايقش من اللون البشاميل لما يبقى غامق شويه. لبن يكون بدرجة حرارة الغرفة، لا سائع ولا سخن. رفعنا من على النار، ايد بتقلب وايد بتنزل اللبن عشان نضمن ان البشاميل ما يكلكعش. لو البشاميل كلكع مننا مش نهاية العالم، يا نصفيه يا نضربه في الخلاط اهو. اول ما اتاكد انه فك كله ارجع ايه على النار تاني مع التقليب المستمر بقى. نشوف اذا كنا هنحتاج تاني ولا لا اهو. التاتش الاخير هيبقى الكريمه. نجوى معانا على التليفون. الو، اتفضلي. ازيك يا مدام اميره؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. ليه عندك سؤالين؟ اموري اتفضلي. بس قبل كل ده عايزه اقول لماما كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليكي ليا. امين يا رب، اتفضلي. ربنا يخليك. عايزه اعرف طريقه العيش البلدي والعيش الكينو. حاضر، ايه تاني؟ بس عايزه بقى البشاميل ما يكلكعش بقى مني. يعني انت لسه بتتكلمي على البشاميل دلوقتي. حاضر، ما انا قلت اهو. بصي، اول حاجه ترفعي من على النار اللبن درجه حراره الغرفه، ايد بتنزل وايد بتقلب، بعدين بترجعي تاني على النار وتفضلي زي ما احنا عاملين كده، بتقلبي وبتنزلي واحده واحده، عمره ما هيكلكع معاكي. نورتيني اهو. بصوا، كل ما بيتقل سنه بقوم منزله له حبه كمان عشان ايه، نديله السوائل واحده واحده. وبعدين نقوم مديين له شويه الكريمه، وبعدين نجيب له شويه من الجبن، وهنخلي شويه كمان ايه للوش اهو. اهم حاجه درجه الحراره ما تكونش عاليه، ايدي بتقلب على طول. نحط شويه جبن وشويه هنسيبهم ايه لجوه. اول ما نحط الجبن تقليبه واحده ونرفع من على النار عشان مش عايزه الجبن تغلي، لو غليت بتفتل وما بتبقاش طعمها حلو ولا قوامها بيبقى حلو اهو. حلوة واحدة بس كمان عشان مش عايزاه يبقى خفيف قوي. ليلى معانا على التليفون. الو ليلى، اتفضلي. الو، ايوه يا ليلى معاكي، اتفضلي. مساء الخير يا اميره. مساء النور، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ميرسي يا اميره على كل اللي انت بتعمليه. على ايه، ده شغلي، ربنا يخليكي. ميرسي خالص على التركات الخفيفه دي اللي بتبين ذوقك في الاكل. تسلمي، ربنا يخليكي.
ربنا يخليك يا حبيبتي. دلوقتي انا عايزه منك طلبين. اموري. امبارح انا ما لحقتش الريزو، وخصوصا ان انت حطيتي عليه مسترده، ودي طبعا كانت حاجه جديده بالنسبه لنا، وما لحقتش لا المقادير ولا اي حاجه. حاضر. حتى في الاعياد. حاضر. عايزه الريزو، وعايزاكي بس تقولي لي طريقته ايه. حاضر. وعايزه النهارده انت مش ما لحقتش برضو اول صنف، انت عملتيه ايه في الفراخ؟ حاضر. حاضر. هنزل لك الريزو لانه جالي برضو اس ام اس عليه على رقم 92173، جالنا برضو اس ام اس بيسال على الريزو، فانا هنزل لكم دلوقتي المقادير بتاعته على الهوا. وبالنسبه للفراخ الريزو، وبالنسبه للفراخ انا جبت فرخه فتحتها باتر فلاي، حطيت في كيس حراري طماطم كونكاسيه، وحطيت في بوله زيت زيتون، حطيت ثوم مفروم، جنزبيل فريش مبشور، حطيت جراماسالا وكركم وبابريكا وملح وفلفل، وقلبتهم كويس قوي. دهنت بيهم الفرخة، اديتها شوك على النار في طاسة، بعدين حطيتها وحطيت بقية التوابل كلها، التتبيلة كلها في الكيس، قفلت الكيس وعملت له إخرام، حطيته في البايركس وحطيت تحت مية سخنة ودخلته الفرن. ده بالنسبة للفراخ. بالنسبة للريزو هينزل دلوقتي طريقته على ال واحد اكبر شويه على الشاشه، وهي على الشاشه انا هقول لكم الطريقه. هحط هنا الخرشوف. عملنا الخرشوف ده ازاي؟ زيت زيتون اهو، رز الريزو. عملنا ايه؟ رفعنا كل التوابل على النار مع البصل المفروم والثوم المفروم، وبعدين نزلنا عليهم الرز، ادينا تقليبه، اخر حاجه خالص نزلت المستردة، وبعدين ميه، سوينا عادي خالص، ومع التقديم حطينا الباربيكيو صوص. ده رز الريزو. الخرشوف ادينا له ثوم مفروم وزيت زيتون، ملح وفلفل وكمون، وبعدين طفيناهم بعصير الليمون. وبعدين عملنا هنا البشاميل، وهنحط بقى البشاميل عليه وندخلهم الفرن. يبقى احنا كده الرز خلاص، عشان كان جاي لي بقى انا هعلم عليه هنا. بالنسبه للفراخ اللي احنا عملناها امبارح، جبنا دقيق، جبنا بيكنج باودر، وحطينا عليهم توابل. احنا حطينا ايه؟ ملح وفلفل، بابريكا، عايزين تحطوا قرفه، عايزين تحطوا اي توابل انتوا عايزينها. التوابل مش مهمه بالنسبه لي، كل واحد يحط التوابل اللي هو بيحبها، اهم حاجه الدقيق والبيكنج باودر. وبعدين بننزل عليهم بميه او لبن لحد ما يبقى عندي قوام متوسط، مش طري قوي ومش ماسك نفسه قوي. جبنا فيليه، الفيليه بتاع الفراخ، وتقدروا تعملوا بيها سمك او لحمه او اي حاجه انتوا عايزينها، وحطيناها فيها، وبعدين نزلناهم في الزيت وقليناهم. هنا بقى نحط شوية موتزاريلا على الوش، وعايزاه يا جماعة يبقى وشوية بارميجان وشوية تشادر. عايزة البشاميل يكون كتير، وعايزاه يكون سايب شوية، مش زي بتاع المكرونة الفرن كده، لا، عشان ياخد من الطعم جوه الخرشوف ويبقى طعمه جميل. الفراخ اهي شغالة كويس قوي، وهندخل الخرشوف الفرن، وهرد على الفراخ المقرمشه برضو اللي عملناها في الحلقه بتاعه امبارح، لان جالي كذا سؤال عليها. الفراخ المقرمشه جبنا فرخه قطعناها على 8، سلقناها بعد ما غسلناها بالدقيق والملح وعصير الليمون، سلقناها في ميه فيها ملح، حبهان، لورا، مستكة، ملح، فلفل، قرفه، قرنفل وزعتر، وحطينا معاهم جزر وبصل وكرات وكرفس. وبعدين اديناها الثلاث ارباع سلقه، طلعناها، بعد كده نزلناها في دقيق معاه نشا وملح وفلفل، طلعناهم على البيض اللي حطينا معاه شويه من الميه والملح والفلفل، طلعناهم بعد كده على بقسماط. البقسماط بقى حطينا فيه ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودره، بصل بودره، زعتر ناشف، وروزماري ناشف، حطوا كل التوابل برضو اللي انتوا حابينها. ورشينا الفراخ قبل ما ننزلها في كل التتبيلات دي بملح وفلفل وشويه شطه. بعد كده قليناها في الزيت، مش هندخلها الفرن لاننا اصلا كنا سلقينها. دي الفراخ. هنا معانا على التليفون. الو، اتفضلي يا هنا. عامله ايه يا سانتا اميره؟ انت عامله ايه حبيبتي؟
كويسة؟ الحمد لله. الحمد. أنا بحبك قوي. أنا كمان بحبك جدا. وأنت أكتر يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قوليلي لو سمحتي أنا عايزة طريقة البراون. البراونيز؟ آه يا حبيبتي. حاضر يا روح قلبي. عينيا. جالي سؤال تاني على الكول سلو، عملناه ازاي؟ جبنا الكرنب الابيض الصيني بتاع السلطه، قطعناه رفيع جدا، بشرنا عليه جزر، قطعنا عليه بصله خضراء رفيعه جدا وقطعناها فرمناها ناعم قوي، حطينا كل المقدار على بعضه وعملنا له الدريسنج، زبادي مايونيز وملح وعسل ابيض، قلبنا كويس قوي 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 قوي، وبنقلبهم نحطهم على بعض لمدة 4 ساعات، وبنقلبهم في ال4 ساعات دول أقل حاجة 8 مرات، وبيكونوا جوة التلاجة. ده الكول سلو. معنا تليفون. لمياء. 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 أيوة. اتفضلي. أيوة أيوة. اتفضلي يا مدام لمياء، أنا مع حضرتك سامعاكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو سمحت بس لو سمحت انا عايزه اعرف بس تبعت العجينه السحريه امبارح زيت قد ايه؟ العجينه السحريه الزيت قد ايه؟ اه حاضر عينيا. هنطلع فاصل ونرجع هنعمل البيوريه اللي بالعصاج، وهنرد على بقيه الاسئله، ومستنيين كل الاس ام اس بتاعتكم على 92173. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض صنفين، صنف برضو جانبي، هنعمل البيوريه اللي باللحمه المفرومه، عايزين تدخلوها الفرن اوكي، عايزين تقدموها على طول مفيش مشكله خالص، وهنعمل صنف حلو البطاطا اللي بالبشاميل، فهبدا بالبطاطا عشان عايزه تخش الفرن، بس قبل ما ابدا هطلع هطلع الخرشوف، هسيب الفراخ عشان خلاص هي دخلت في السوا، بس عايزه برضو ايه اتاكد انها استوت كويس قوي، فمش هطلعها دلوقتي. الخرشوف خلاص اهو، خلوا بالكم ان هو طبعا بيبقى سايب شويه اول ما بنطلعه، بعد كده لما بنسيبه بيجمد اكتر. خلي الفراخ زي ما هي ونبدا في البطاطا. للبطاطا عندي بطاطا مهروسه مسلوقه او مشويه او ايا كان زي ما انتم عايزين، سكر، دقيق، فانيليا، زبدة، لبن، كريمة وقرفة وشوية مكسرات. فأول حاجة هنعملها هو البشاميل. زبدة. دقيق. نفس التكنيك بالظبط بتاع البشاميل الحادق، بس هياخد سكر وفانيليا بدل ما ياخد ملح وفلفل، ده كل الاختلاف يعني اهو، بس نفس التكنيك بالظبط. لو البشاميل كلكع مننا بنضربه في الخلاط ما يترميش ابدا، نحط له شويه لبن ونضربه في الخلاط، نرفع من على النار اول ما الدقيق والزبده يتشوحوا مع بعض، ننزل عليه اللبن واحدة واحدة، ويكون في درجة حرارة الغرفة ايد بتقلب وايد بتنزل اللبن. بالنسبة للعجينة السحرية مقدار الزيت اللي فيها كوباية زيت، يفضل يكون زيت زيتون عشان الطعم، لكن ينفع جدا يتعمل بزيت نباتي عادي مفيش مشكلة، يعني دورة او اي حاجة. هنزل دلوقتي شوية قرفة وشوية فانيليا وسكر وناخد أمنية. ألو أمنية اتفضلي. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. قوليلي حبيبتي عايزة تسألي على ايه؟ كنت عايزة اسأل عن طريقة عمل عجينة السكر. عجينة السكر حاضر هقولك عليها. نورتين. اول ما يبتدي يجمد كده نقوم منزلين عليه ايه؟ شوية كريمة. اهو بس تقليبه كمان على النار، وهنرفع من على النار خالص اهو،
واحدة. نرفع من على النار، نجيبه هنا، نحط البطاطا هنا. البطاطا دي أنا مش حط عليها حاجة خالص، يعني أنا دلوقتي حديها نقطة فانيليا، نقطة قرفة، وهجيب لها نقطة سكر عشان هي نفسها يبقى لها طعم غير حتى الطعم اللي في البشاميل. لو انتوا حطيت لها سكر وانتوا بتهرسوها يبقى خلاص ما مش هنزود بقى سكر على كده. البشاميل بس عشان ايه. تمام، نقلب هنا تقليبة ونحطه في البايركس. ولو حبيتوا ان انتوا ما تحطوش مكسرات ما تحطوش، يعني احنا دي اضافة من عندنا، لكن اللي مش عايز ما فيش مشكلة اهو. نحطها هنا، البراونيز على الشاشة اهي. بنخلط البراونيز خلط يعني بسيط جدا، مش زي الكيك ما نفضلش ان احنا نخفق فيها ونموتها، لا خلط بسيط قوي. هنا المكسرات بتاعتنا، وبعدين البشاميل. البشاميل اهو ننزله هنا، وبرضو هنخلي بالنا واحنا بن اي حاجه فيها بشاميل لما بتطلع بتبقى سايبه شويه بعد كده بتمسك نفسها ما تتقطعش على طول، حتى لو عايزين ناكلها دافيه نسيبها تهدى شويه عشان البشاميل يمسك نفسه. ندخل والفراخ لسه مستمريه، بس هطمن انها مش محتاجه شويه ميه عشان ما تتلسعش. عجينة السكر على الشاشة بنعمل ايه؟ بنحط المارشميلو مع المية، نسخنهم مع بعض كويس قوي ونسيحهم على النار او في المايكروويف. بعد كده بنجيب العجان نحط فيه، ندهنه كويس قوي بالسمن النباتي الابيض هو والسلاح، بننزل عليهم السكر البودرة واحدة واحدة لحد ما يتقلوا على العجان. بنرفعهم، الرخامة تكون نظيفة وواخدة سمنة نباتي، ايدينا نظيفة واخدة سمنة نباتي، بندخله بقية كمية السكر البودرة. بعد كده نكيسه ونشيله يستريح. لما بتيجوا بعد كده ان انتوا تشتغلوا بيها بتحطوا على الرخامة نشا وسكر بودرة وتبتدوا تفردوا وتلونوا وتعملوا كل اللي انتوا عايزين. هنا بقى هنبتدي في البيوريه اللي بالعصاج. للبيوريه اللي بالعصاج عندي لحمه مفرومه، بصل مفروم ناعم، ورق لورا، حبهان وملح وفلفل وقرفه وبهارات، بطاطس مسلوقه ومهروسه، لبن وكريمه وزبده وجوزه الطيب وجبنه تشادر. هبدا اول حاجه بالعصاج، مقدار او طريقه العصاج العاديه خالص، زيت او زبده او سمنه او اي نوع من الدهن النباتي. هنزل عليه البصل، ملح، فلفل، حبهان، لورا، جوزة الطيب، سبع بهارات، قرفة. نقلب تقليبة كمان. عايزين تحطوا فص ثوم مفروم مفيش مانع. ننزل اللحمة المفرومة، واللحمة بتتعصج هنرد بقى على كل الأسئلة عشان هسيبها ايه تاخد وتدي كده مع نفسها، عايزاها هتتعصق تعصيجة كاملة عشان انا مش هدخل الفرن فترة طويلة، فعايزاها تكون ايه مستوية. سيبها تاخد وقتها عشان ما تنزلش ميتها. ونرجع تاني لأسئلتنا. جالي على الاس ام اس
اللي رقمه 92173 الكوارع المخلية. للكوارع المخلية بجيب الكوارع بنقعها في خل، ليمون، دقيق وملح وشوية مية من الحنفية لحد ما تفتحها خالص. بجيب مية على النار، مية مغلية فيها خل أبيض، بنزل الكوارع بديها غلوتين، برمي المية دي خالص وبشطف الكوارع بتاعتي كويس جدا بمية الحنفية. بعد كده بجهز مية مغلية على النار، بحط فيها ملح وفلفل، بحط فيها حبهان ولورة ومستكة، وبحط فيها عود زعتر، بصل وجزر وكرات وكرفس. بغلي بقى الكوارع كويس جدا لحد ما تستوي سوا كامل. كده بقى عندنا شوربة الكوارع. برفع الكوارع في طبق لوحدها وبصفي الشوربة، عندي شوربة الكوارع لأي استخدام. باجي بقى للكوارع وبعدين بخليها من العظم كويس جدا كده، بمشي بالسكينة مع العظم لحد ما أخلي كل اللحم بتاع الكوارع. بعد كده على النار فص ثوم، زيت ذرة، ملح وفلفل، وأشوحهم، أنزل عليهم صلصة ومية أو عصير طماطم، وبديهم نقطة خل، برجع تاني الكوارع فيهم، أديها غلوة، وبقى عندنا الكوارع جاهزة. تعالوا نشوف هنا إيه الأخبار. نهى معانا على التليفون. نهى، ألو، اتفضلي يا نهى. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أنا بحبك قوي. أنا كمان بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. أموري حبيبتي، لو سمحتي ممكن تعملي لي سلقة البيتزا؟ حالا، جهزي ورقة وقلم هقولها لك. نورتيني يا نهى. بيتزا كيلو الدقيق، عليه رشة ملح، عليه 3 معالق زيت زيتون، معلقتين من الخميرة الفورية، معلقتين من السكر، عليهم توم بودرة وبصل بودرة وزعتر. نخلط كل الكلام ده مع بعضه الأول كويس جدا، بعد كده بننزل عليه 600 ملي من المية الدافية. دي البيتزا، نسيبها تخمر وبعدين نشتغل بيها زي ما انتوا عايزين. الزبادي البيتي بجيب لكيلو اللبن الدافي اللي زي ما احنا بنقول كده دمعة العين، يعني دافي فاتر خالص، بحط عليهم علبة واحدة من الزبادي اللي بيتباع في السوق، علبة واحدة صغيرة. أقلب كويس قوي من غير مرفع على النار ولا أي حاجة، واسيبهم في مكان دافي. بعد كده بوزعهم بقى واسيبهم يخمروا، وبعدين بدخلهم التلاجة. قبل آخر علبة ما تخلص باخدها واعمل بيها كيلو كمان، وهكذا. ده الزبادي. اللبن المكثف المحلى، كل دي أسئلة جاينا على الاس ام اس. اللبن المكثف المحلى هنعمله على عملي بكرة مع بعض على الهوا. نقلب بس كده تقليبة. جاي لي كمان سؤال على اللحمة الانتركات، ايه استخدامها؟ احسن استخدام للحمة الانتركات انها تتعمل مشوية، والتتبيلة بتاعتها بتكون زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل، بحط لها بصلاية كمان مفرومة، طماطماية مفرومة، وبحط لها زعتر فريش. بعد كده أشويها سواء على النار أو على الفحم أو في الفرن زي ما أنتوا عايزين. أهم حاجة في اللحمة الانتركوت بالذات، يعني هو كل اللحوم مش المفروض نزود السوى قوي عشان ما تنشفش، بس الانتركوت بالذات بتنشف قوي، فنخلي بالنا من الموضوع ده. كده إحنا عندنا اللحمة العصاج أهي اتعصجت واستوت، هسيبها بس تاخد آخر كده سوى ليها، وهنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل بقية وصفاتنا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا حاجة من غيركم في الفاصل بقى، طلعنا الفريخ. يعني انا ما عملتش اي حاجه خالص غير اني طلعتها من الكيس وحطيتها اهو. هتجربوها وتدعوا لي، حلوه جدا وريحتها حلوه وطعمها حلو، وشويه تغيير بقى عن بقيه كل التتبيلات اللي احنا متعودين عليها في الفراخ المشويه. العصاج هنا زي ما انتم شايفين، بصوا اهو استوى، ما بقاش فيه ميه خالص، هايل. هنرفعه من على النار وبعدين نبتدي نعمل في الايه، في البطاطس البيوري. هحط هنا شوية لبن صغيرين قوي،
معاهم شوية كريمة صغيرين، نهم زبدة، وبعدين ملح طبعا، شوية فلفل صغيرين، شوية قرفة صغيرين، وشوية جوزة الطيب صغيرين اهو. نقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، نتأكد ان كله اختلط، ونرد هنرد على كل الأسئلة دلوقتي. بس ايه، عايزة ادخل دي الفرن ممكن كده واحنا بنعملها نرد. كان جالي سؤال عن ناخد رضوى الأول. رضوى، رضوى اتفضلي. ايه انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كويسة الحمد لله. قولي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. كنت انا حضرتك الايس كريم. ايس كريم، حاضر، عينيا عينيا. ف البقلاوة بنجيب الجلاش وبنسيح الزبدة مع الزيت، او زبدة لوحدها او حتى زيت لوحده، بنرص نص كمية الجلاش في الصينية، وما بين طبعا كل ورقة جلاش والتانية بنحط ايه، مسحة من الزبدة. في النص بنحط شوية سكر، شوية قرفة، رشة فانيليا، واي نوع مكسرات احنا عايزينه. انا شخصيا بعملها بالفستق، بس فستق مجروش. اي مكسرات احنا عايزينها، فول سوداني، جوز هند، مكسرات مشكله اللي انتوا عايزينه. وبعد كده بنحط تاني بقيه كميه الجلاش اللي عندنا، برده ما بين كل ورقه والتانيه مسحه من الزبده، وبعدين بنقطعها ونديها رشة زبدة على الوش وندخلها الفرن. بنكون مجهزين شربات بارد، يعني الشربات بيكون بارد والبقلاوة بتكون سخنة. الشربات عملناه ازاي؟ كوباية سكر لكوباية مية، وبنرفعهم على النار. بعد ما يعقد بنديله عصرة نص ليمونة، وبنقابل بقى البقلاوة السخنة بالإيه؟ بالشربات. وهو إيه؟ سائع، او يعني بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش سخن. هناء معانا على التليفون. هناء اتفضلي. هناء اتفضلي يا حبيبتي، ازيك؟ انا بحبك قوي والله. ربنا يخليكي حبيبتي، اؤمري. انت شكلك زي العسل وبحبك قوي. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، عينيكي اللي حلوة، اؤمري. عاوز اعرف التتبيله اللي انت لسه عاملاها دلوقتي، اصل انا كنت فتحت متأخر. بتاعت ايه؟ بتاعت الفراخ؟ حاضر، عينيا عينيا. انا نزلت يا جماعه على البيوري شويه من الجبنه هم اهو، وبعدين هجيب الطبق او الطاجن اللي هيخش الفرن، و تتبيله الفراخ. تتبيله الفراخ عندي طماطم كونكاسي حطيتها جوه الكيس الحراري، الفراخ فتحتها باتر فلاي، التتبيلة عبارة عن ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، جراما سالا، وكركم، وبابريكا، وملح، وفلفل، وزيت. احنا يلا بينا يلا بينا اهو. حاضر، عملنا ايه بقى؟ هنحط هنا العصاج. عايزين تعملوا طبقتين من البيوريه وفي وسطهم العصاج، مفيش مانع. احنا مش هنعمل كده، احنا هنحط العصاج، هنحط عليه البيوريه اهو، وهنرش عليه الجبنه لحد ما نراجع احنا عملنا ايه مع بعض النهارده، وهنطلعها على طول اهو. ده بس كده، بس عايزه الجبنه تسيح من غير حتى ما تاخد لون، عشان زي ما احنا متفقين الجبنه لما بتاخد لون بتفقد المطه بتاعتها وطعمها، فمش عايزاها تاخد لون. عندنا وقت نجاوب على الاسئله ولا نقول عملنا ايه مع بعض النهارده؟ نقول. حاضر 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 حاضر، عينيا. يلا نقول عملنا ايه مع بعض النهارده. عملنا
الخرشوف اللي بالبشاميل والجبن، عملنا الفراخ اللي احنا بعد ما عملنا التتبيله دي تبلناها بيها وشوحناها على النار على الناحيتين، وبعدين حطيناها في الكيس الحراري مع الكونكاسي وبقيه التتبيله ودخلناها الفرن، وعملنا البطاطا الحلوه اللي بالبشاميل والسكر والمكسرات، وعملنا اللي في الفرن اللي هو البيوريه اللي بالعصاج، وحطينا على وشه الجبنه. عقبال بس ما انتوا تصوروا بقيه الاطباق هتكون الجبنه دي ساحت وهطلعها لكم. اشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ كل يوم من الاحد للخميس من 4 ل 5 على الهواء على CBC سفره. باي باي.